بسم الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكرم. ربنا أهلنا إلى حمل هذه الرسالة الخالدة، آمين يا خالد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل البهتان. يزيد ربي يبين بعد ما قال قل من يكلأكم بالليل والنهار، يقول أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. خي بالكش عندكم آلهة والله مش عالم بها وما يعرفش بطشها وما يعرفش قوة اعتراضها. وقت اللي ربي لا معقب له حكم، حتى كان الآلهة موجودة لا تقدر على التعقيب، لأن هي تحت سلطان الإله ولي سلطان الله عليه. الله يغلب أمر الله يغلب عليه، ولهذا حتى الآلهة ما تقدرش باش تمنعكم من أليم عقابه. احذروا، وراه القرآن دقيق، راهو مش لعب، راهو كلام الرحمن. أم لهم، لا شوف السخرية، أم لهم، احنا ربي يعين على الفهم، أم لهم، يعني ليس لهم حقيقة آلهة، أما مخاخهم الخامجة يتصوروا ما لا حقيقة له. وهذا موجود عند التوانسة بزاف والتونسيات. أعلم أنني ضدكم لكن مخالفكم، كونكم ناس تدعون الإسلام ولا إسلام لكم. ممكن البعض منكم يكون متعاطف معنا وخاف، ربما وما فما رب الحق وسيعاقب كما راقب أهل المجر. لكن حطوا في بالكم، نحن مش نلعبوا، كلكم في الصحيح. اللي لا يتنقل من العقل وهو من النقل، أي من القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي الشريفة، لا يتطرق إليها الثلاثة دي أي شك في أمرها. هي أمر أراده الله أن يكون في صالح الكون والبشرية والإنس والجن والملائكة عليهم السلام. بل أيوه، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، يعني تخليهم يكون تحت رقابتها وما يسلمش عقابنا. ما فماش من الحكاية دي، راكم اليوم مقيت. نسأل الله المقيت ألا نكون مثلكم ولو لحظة من عمرنا، لأن التاج تكون هي القاضية علينا. نمنع من طيب العيش هنا، ونمنع من تمتع الحياة البرزخية، ونمنع من الخلود في جنة النعيم اللي فيها نعيم مقيم. أم لهم آنية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم، حتى الآلة لو كانت موجودة هي مش تنصر نفسها ومش تنصركم أنتم، دونك سقطوا في تناقض. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ما عندهم الصحبة مع الله، ما فماش. لا تقول لي هكا ولا هكا، لا مش يجيو في صفكم ولا مش يكونوا كما تقول أنت حقيقة ملموسة عند الله. هي مجرد في عالم الاحتمال، ولكن في الحقيقة في عالم الكينونة بالقوة فقط، سون على ايتا بوتونسيال مي اوكون رياليتي كي بو اتر كاركتيرستيك دو سيت ايدولاتري. نسأل الله السلامة.